جولتنا في صحف أوروبا الغربية نستهلها من فرنسا، حيث أوردت لفيغارو أن حلفاء أوكرانيا فشلوا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة، ما يحبط أمال كييف ويضطرها لانتظار إجراء مزيد من النقاشات للحصول على ضوء أخضر من ألمانيا. الصحيفة الفرنسية ذكرت أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كشف بعد اجتماع للدول الغربية في قاعدة أمريكية بألمانيا أن الألمان لم يتخذوا قراراً بشأن دبابات ليوبار. بذات الموضوع كتبت دي غارديان البريطانية أن أوكرانيا أصيبت بالإحباط بينما امتنعت ألمانيا عن قرارها بشأن إمدادها بالدبابات، مشيرة إلى أن بولونيا سجلت أن أرواحاً ستفقد بسبب عدم تحرك برلين وانتهاء القمة دون إحراز تقدم بهذا الشأن. وأضافت اليومية أن ألمانيا رفضت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمنح أوكرانيا دبابات ليوبار في قمة الدول الغربية، مما تسبب في إثارة حافظات الحلفاء. أما دي فيلت الألمانية فقد أفادت من جهتها بأن الولايات المتحدة صنفت مجموعة فاغنر الروسية على أنها منظمة إجرامية دولية وفقا لما أعلنه البيت الأبيض منددا بما تقوم به في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيبري إن فاغنر منظمة إجرامية تواصل ارتكاب فضائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع. بموضوع آخر، أشارت البايس الإسبانية إلى أن محكمة في إسبانيا أمرت الجمعة باحتجاز المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيش من دون الإفراج بكفالة بعد اعتقاله في برشلونة بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة. وأوضحت الصحيفة أن قاضيا في برشلونة اتخذ هذه الخطوة بعد استجواب اللاعب البالغ 39 عاما بشأن أحداث يزعم أنها وقعت في ملهى ليلي.